حضر الجميع. نعم يا أبي. هذا القحط وهذه شدة نعمة من الله، فظاهره عذاب وباطنه رحمة، لكنه لن يكون رحمة لحفنة من الكسالى أمثالكم. نحن نموت جوعا يا أبتي، وهؤلاء الرجال لا يكترثون. ما الذي أصابكم حتى متى ستندبون حظكم وتبكون على ما فاتكم؟ تزعمون أنكم رجال أشداء وأن كل منكم يقوم بأعباء عياله وأولاده. أرى وكأنكم قد عزمتم على أن تقفوا مكتوفي الأيدي حتى تفنى عوائلكم واحدا تلو الآخر. وماذا عسانا نفعل يا أبتي؟ وماذا يمكن للنسوة أن يفعلن إذا عجز الرجال؟ اعملوا، اجتهدوا، ولا تكونوا عطالين بطلين. لكن يا أبتي، كل المدن والقرى من حولنا قد أصابها القحط أيضا، فما عسى البحث والجد يغني عنا. سمعت من مليخة التاجر ومعه أناس آخرون أن أحوال مصر على ما يرام، فقد عمد عزيز مصر إلى مخزن كبير فملأه بالحنطة. عليكم أن تجمعوا ما توفر لكم من الدراهم والدنانير وتشدوا الرحال إلى مصر، علكم بذلك أن تقوا أولادكم من الجوع والفقر. أما القعود هنا والتأسف على الحال فليس وسيلة لمواجهة القحط. كم تبعد مصر عنا؟ مسيرة 20 يوما، ليست قريبة. ما الحيلة؟ لا يمكننا أن نراقب أزواجنا وأولادنا يموتون جوعا. وإن لم نجد قمحا؟ نكون بذلك قد سعينا سعينا ولم نستسلم للموت. أنا وأولادي لم نعد قادرين على احتمال الجوع بعد الآن. إن تسبب القحط في جلب الأذى على بني إسرائيل فلن أغفر لنفسي أبدا. أنا أشعر أن دعوة أبي لكم وحثكم على السير إلى مصر وتشجيعكم على تأمين الحنطة إنما هو امتحان. يريد أبي أن يمتحنكم إن كنتم أهلاً ليسامحكم. إن كان نبي الله يحثكم على الذهاب إلى مصر فلا تترددوا، هو يعلم أموراً لم تعلموا بها أنتم. لا شك أن خيركم وصلاحكم يكمنان في طاعة أوامره وإرشاداته. اذهبوا وتهيأوا للسفر.